ونقول حياكم الله في فقرة هند سوشيال، فقرة عن التقنية والسوشيال ميديا والعديد من التطبيقات المفيدة. تتخيلون في يوم من الأيام إحنا ندفع عشان نقرأ أخبار بجوجل؟ تتخيلون إن جوجل حجب خدماته في أستراليا قبل أسبوعين؟ من صارت هذه الشغلة أعطاني إيحاء إن هذه السنة راح تصير سنة التشريعات، إن كل الدول قاعدة تراجع أمورها، قاعدة تشوف شنو الأمور اللي قاعدة تستغلنا فيها المنصات الكبيرة مثل يوتيوب وجوجل وغيرها، وشلون هم يقدرون يحافظون على المادة الإخبارية، شلون يقدرون يطلعون من الأخبار فلوس، لأن صاير جوجل بالنص بين صانع المحتوى وبين مستخدم. فالنقطة وايد مهمة إن إحنا نحط بعين الاعتبار شنو البدائل اللي عندنا لو باكر جوجل يانا وقال لنا لازم تدفعون على كل سيرش أو كل خبر أنتوا تطلعونه وتعودتوا تكونون أو تأخذونها فري. فلي قدام أي شيء أنتوا متعودين عليه فري حطوا بالكم إنه راح يصير بفلوس، والدليل أخبار الجاية اللي راح نعرفها. فقرة نصايح سوشيال اليوم راح نتكلم عن شنو أهمية إنك أنت تخصص الحملة الترويجية أو تخصص المحتوى اللي قاعد تصنعه حق الناس أو الشريحة المستهدفة. يعني شلون هند شرحي لنا، يعني شلون أنا عندي أكاونت حساب قهوة، زين عندي كافيه، والكافيه مثلاً تدري إن 80% من المبيعات عندك سبانيش لاتيه. لما أنتي تسوي محتوى لازم المحتوى هذا يكون مخصص للفئة الأكثر يعني خلينا نقول الأكثر إقبالاً على صنف هذا اللي عندك اللي هو السبانيش لاتيه، بطرق وايد إبداعية، بطرق هذا أساس يكون أو تزيد المبيعات، وبنفس الوقت أنت تحسسهم وتعرفهم أن أنا أدري أنتوا شنو تحبون وأنا راح أعطيكم المزيد. تطبيقاتنا المفيدة حق هذه الفقرة راح يكون تطبيق سبوتيفاي. تطبيق سبوتيفاي أنا من أكثر المعجبين في هذا التطبيق. هو تطبيق فنلندي أو ألماني، بلش من سنين يعني يمكن 2007، بس استمر في بناء مكتبة خاصة بكل أنواع المحتوى الصوتي، سواء موسيقى، سواء أغاني، سواء بودكاستات. ومن كثر ما هو تطبيق ذكي، طريقة اشتراكات طبعاً اشتراكات سنوية، ينافس بشكل كبير تطبيق أبل ميوزك، بس يقول لك بالفترة الأخيرة تغلب عليه لأنه في مساحات كبيرة من الاختيار وقام يستقطب العديد من صناع المحتوى الصوتي. أنا شخصياً من كثر ما التطبيق قوي حرصت أنه يكون عندي برنامج ذو محتوى تسويقي اسمه التواصل الذكي، أتمنى أن تستفيدون منه وتسمعونه. كذي نكون خلصنا فقرة اليوم، تابعوني الفقرة الجاية الأسبوع الجاي.